أعزة حياكم الله. اليوم رح نتطرق لموضوع مهم جداً وهو موضوع المرأة الحامل والرياضة. طبعاً في كثير من الأخوات خلال فترة الحمل تتجنب ممارسة الرياضة خوفاً من حدوث أي عوارض سلبية. لا أختي الكريمة، فلك أن تمارس الرياضة خلال فترة الحمل، لكن قبل البدء لابد من الرجوع إلى طبيبك أو المستشار المعني بالأمر، واللي هو يواكب حالة الحمل أو فترة طيلة فترة الحمل. ممارسة الرياضة خلال فترة الحمل تنقسم إلى ثلاثة أجزاء أو ثلاثة مراحل، وهي فترة الحمل ما بين 4 أشهر إلى 6 أشهر، وفترة الحمل ما بين 6 أشهر إلى 8 أشهر، وفترة الحمل ما بين 8 إلى فترة الولادة. خلال كل فترة في نوعية معينة من البرامج، وفي كمان قدرات معينة في محتوى البرنامج. طبعاً المرحلة الأولى اللي هي من 4 إلى 6 أشهر رح تكون مرحلة كتير يعني بسيطة، تتركز على تحسين مستوى كل ما يتعلق بقدرة التحمل والقلب، القوة، التنفس، العضلات، الأربطة إلى آخره، لكن رح تكون بمستوى مبسط، وفي مستوى الوقت تكون قليلة، ما تفوتش يعني 30 دقيقة باليوم، ويفضل ممارسة الرياضة يوم وترك ومو أكثر من 3 مرات بالأسبوع، تكون كافية يعني. كمان بالنسبة للمرأة الحامل اللي هي من 6 إلى 8 أشهر فيها كمان تباشر الرياضة، وإذا كان هي باشرت من الفترة الأولى للحمل اللي هي ذكرناها من 3 إلى 6 أشهر، فهنا من 6 أشهر تقع مواصلة في البرنامج. طبعاً المدرب المختص هو اللي بيشرف على هذا التدرج وتحسين مستوى البرنامج مراعاة حالاتها. طبعاً أختي الكريمة لابد من الاهتمام بالوضعية الخاصة بك خلال أدائك لأي حركة رياضية. ثم ننتقل إلى الفترة الأخيرة اللي هي من 8 إلى فترة الولادة، طبعاً يقع التركيز على مستوى بسيط وضئيل بالتمارين التي تخص القوة، هو تحسين مستوى معدل القلب، لكن نحاول دائماً نحسن مستوى التنفس لتسهيل عملية الولادة. فبممارسة الرياضة خلال فترة الحمل تكوني هيك تجنبتي كثير من السلبيات اللي ممكن تحصل بعد الولادة، وبالتالي تسهلين عملية الرجوع إلى جسمك الطبيعي بصفة سريعة ومتقدمة. إن شاء الله نكون وفينا المعلومة. لكم من جزيل الشكر. إن شاء الله نشوفكم في حلقة مقبلة.